ما تفضلت يعني المستوى افضل من المباراه الاولى، واعتقد هذا شيء طبيعي. يعني احنا متوقعين في بدايه الموسم تكون المباراه شوي صعبه، اللياقه البدنيه، الاجواء، خاصه عندك 5 محترفين جدد التحقوا بالفريق، فهذا شيء متوقع. وفضل رب العالمين اعتقد اليوم قدمنا مستوى افضل، ولكن ما زال عندنا الكثير ان شاء الله، ونامل ان نقدم مستوى يليق يعني بنادي الكويت وجماهيره. محمد، في ناس في بعض الكلام على مستوى ابو ميكيل لحد الان ما ظهرش بالمستوى اللي كان منتظر منه. صحيح، انا اعتقد جون اوبيل لحد الان ما ظهر، ولكن اعتقد اليوم وصل رساله، اعتقد قدم مستوى جيد افضل من المباراه السابقه، وكلنا ثقه فيه ان شاء الله ان جون اوبيل يظل جون اوبيل. محمد، النهارده او بدايه الموسم بدانا نشوف فيه جماهير كويتيه بكثافة. أمانة يعني كل الشكر والتقدير، وسبقتني يعني أنا كنت بتطرق لهذا الموضوع، كل الشكر صراحة، جماهير كثيفة وتواجدها صراحة كبير اليوم، وإن شاء الله نأمل أن تستمر هذه الجماهير لأن هي العمود الفقري لنادي الكويت، ومتعتنا اليوم بحضورها وتشجيعها، وإن شاء الله نستمر بالتواجد لأن أعتقد هذا راح يكون دافع كبير للفريق وللاعبين. محمد، سوء الانتقالات انتهى بالنسبة لكم ولا لسه في إمكانية حد يجي أو حد يجي؟ لا انتهى خلاص، انتهى. إلى ممكن يطلع أعرف؟ لا إلى الآن انتهى الموضوع. حياك الله، مشكور.